تستهدف المملكة العربية السعودية يصمت. هذه الأحزاب السياسية لها مقرات، هذه المقرات تخدم دولها. لماذا السكوت عن الحكومة؟ وين دورهم في فرض عقوبات صارمة على هذه واعتبارها جماعة إرهابية؟ لما يكون هناك موقف دولي تجاه إيران، كل هاي الأذرع راح تكون لها نهاية. إيران نجحت في قضية تصدير الثورة، في استراتيجية مرسومة محددة وفي ناس يساعدونها. حماس فلسطينية أم إيرانية؟ إيران دفعت فهو إيراني، تركيا دفعت فهو تركي.